السيسي يعقد اليوم أول اجتماع للمجلس الأعلى للسياحة لبحث التحديات التي تواجه القطاع. الكنيسة يقر مشروع قانون يسمح بسلب أراضي فلسطينية بالضفة، والسلطة الفلسطينية تدين. ترامب ينتقد تجاهل وسائل الإعلام الغربية لهجمات إرهابية على مستوى العالم. انتصف نهار القاهرة، وهذا موعد إخباري جديد من أونلاين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. ولتفاصيل هذه الجولة، يرأس الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم أول اجتماع للمجلس الأعلى للسياحة، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع وتوفير الأدوات اللازمة لعودتها إلى طبيعتها مرة أخرى. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر في أغسطس من العام الماضي قرارا جمهوريا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسته. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن هاتفيا الأستاذ معتز السيد، عضو المجلس الاستشاري للتنمية السياحية ونقيب المرشدين السياحيين سابقا. أهلا بك أستاذ معتز. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. يعني بداية، أهمية الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهل تعتقد أنه قد تكون بداية موفقة لحل مشكلات السياحة؟ إن شاء الله بإذن الله تكون بداية موفقة، ولطالما نادى العاملين بقطاع السياحة من سنوات بتشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة السيد رئيس الجمهورية. كان هناك طبعا مجلس أعلى للسياحة أيام الرئيس السابق مبارك، لكنه لم يعقد حتى ولو اجتماع واحد. ندينا كثيرا منذ سنوات، وخاصة بعد الثورة وتأزم الأزمة السياحية ظهرت في قطاع السياحة، استجاب السيد الرئيس للقطاع وللعاملين فيه، وأصدر القرار الجمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسته شخصيا، ونحن بنشكره على ذلك. وإن شاء الله يكون لي مردود إيجابي. وإن كان لنا بعض الملحوظات على تشكيل المجلس الأعلى للسياحة، ضم القطاع الحكومي عدد من ممثلين الوزارات المعنية كوزارة الدفاع، وزارة الشباب والرياضة، الداخلية، الخارجية، السياحة، الآثار، الثقافة، التخطيط وغيرها من الوزارات المعنية، إلا أنه في وجهة نظري الشخصية لم يضم العدد الكافي لممثلي القطاع العاملين في القطاع أنفسهم، حيث لم يضم إلا السيد رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية واثنين من خبراء السياحة يختارهم السيد وزير السياحة. كنت أتمنى أن يكون هناك ممثلين للقطاع أكبر كالمرشدين السياحيين، كغرفة الشركات، غرفة الفنادق، للمستثمرين، حتى ينقلوا نبض القطاع ومشاكله الحقيقية. دائما في مثل تلك الاجتماعات الجميع يؤمن على ما يراه المسؤولون، إلا أننا لابد أن نواجه أنفسنا لأهمية قطاع السياحة. أنا أعتقد أن السيد الرئيس بعد زيارته الموفقة جدا إلى أسوان منذ أيام، ورؤيته رؤية العين فرحة السائحين وأهالي أسوان وأهالي الصعيد بل وأهالي مصر بزيارته، ومردود الإيجابي اللي تركته زيارة السيد الرئيس على القطاع، لأنها أعطت رسالة للعالم كله بمدى الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر. أعتقد أن السيد الرئيس رأى بعينه، تبادر بعقد هذا الاجتماع. أنت عارف حضرتك المشكلة أستاذ معتز، يعني في أول اجتماع للمجلس الأعلى للسياحة، ما هي الملفات ذات الحاجة والأهمية القصوى للمناقشة في أول اجتماعات من وجهة نظري؟ أنا أعتقد رسالة بحملها للجميع، لابد من المصارحة والمكاشفة، وخاصة السيد وزير السياحة اللي بيحمل هموم هذا القطاع على عاتقه، لابد أن يواجه زملائه من الوزراء الآخرين، ولابد أن يرفع الجميع المطالب للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. من أهم تلك المطالب حضرتك عندنا في زي عقاب لمصر على ثورة 30 يونيو، أن الناس مش العالم الخارجي وخاصة أوروبا وأمريكا غير سامحين للمواطنين بالسفر إلى مصر. طبعا كان في تصريحات للخارجية الأمريكية، وإحنا شايفين تحسن في العلاقة المصرية الأمريكية إن شاء الله مع تولي ترامب مقاليد الأمور في أمريكا. أتمنى أن هم يهتموا بهذا الملف، وأيضا تنويع مصادر السياحة زي تنويع مصادر السلاح، لأن اعتمادنا على القارة الأوروبية وأمريكا طبعا وضعنا في مأزق لمدة 6 سنوات.
ايضا لابد من عمل قانون موحد للقطاع السياحي باكمله، ولابد من حل بعض المشاكل الجذريه للمستثمرين السياحيين وغيرهم. نعم. وطبعا مشاكل المرشدين السياحيين انا مش عاوز اشخصن الامور بحكم ان انا نقيب سابق. نعم، بننظر للصوره الاكبر والاعم يمكن استاذ معتز. الا انه في كثير انا بشكرك شكرا جزيلا، بتهيألي ما ذكرته حضرتك ملفات سيكون على اولويه النقاش. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ معتز السيد، عضو المجلس الاستشاري للتنميه السياحيه ونقيب المرشدين السياحيين سابقا، كنت معنا من القاهره. بعيدا عن ذلك، ينقل وزير الخارجيه سامح شكري اليوم رساله من الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الملك عبد الله الثاني ملك الاردن. ياتي ذلك خلال الزياره التي سيقوم بها اليوم وزير الخارجيه الى العاصمه الاردنيه عمان. اوضحت وزاره الخارجيه ان الزياره ستتضمن عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين على راسهم رئيس الوزراء هاني الملقي ووزير الخارجيه ايمن الصفدي، حيث يبحث شكري العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، فضلا عن التنسيق بشأن استعدادات القمة العربية المقبلة التي ستستضيفها الأردن في مارس المقبل. صادق البرلمان الإسرائيلي الكنيسة بشكل نهائي على قانون يتيح الاستيلاء على أراضي فلسطينية خاصة، وذلك لصالح الاستيطان الإسرائيلي، حيث صوت 60 عضوا في الكنيسة لصالح القانون ليعطي بذلك شرعية قانونية إسرائيلية للوحدات الاستيطانية التي بنيت على أراض يمتلكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة. يبدو أن وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية قد أعطت القوة والصلاحية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، ففي خطوة أحدثت وما زالت ردود فعل غاضبة على الصعيدين الفلسطيني والإقليمي، صدق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على قانون يقنن وضع نحو 4000 وحدة سكنية استيطانية على أراض ذات ملكية فلسطينية خاصة، ليعطي بذلك شرعية قانونية للوحدات الاستيطانية التي بنيت على أراض يمتلكها الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة. تمرير القانون داخل الكنيست جاء بموافقة أغلبية الأعضاء، وذلك في استجابة لمساع حكومية طالما عمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إنجازها. مشروع القانون قد واجه معارضة شديدة داخل الكنيست، حيث أكد معارضوه أن تمريره سيكون أول تشريع إسرائيلي يؤكد بوضوح دعم الحكومة الإسرائيلية للمستوطنات، ويحد بشكل علني من حقوق الملكية للفلسطينيين بشكل يتعارض مع الحماية الممنوحة للشعوب تحت الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. كيف يمكننا الموافقة على هذا القانون المجنون الذي يهدد السلم الدولي بضم أملاك الفلسطينيين، وهو ما يعرض الجنود والسياسيين الإسرائيليين لمحاكمات دولية؟ في أول رد فعل لها على القانون، قالت منظمة التحرير الفلسطينية إنه يشرعن سرقة الأراضي الفلسطينية لحساب المستوطنين الإسرائيليين. وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينا أن القانون مرفوض ومدان ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي، وطلب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها. القانون الإسرائيلي الجديد الذي يشكل خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية ربما لم يأخذ الضوء الأخضر من البيت الأبيض، ففي حين أن إدارة ترامب امتنعت تقريبا عن التنديد بالبناء الاستيطاني حسب مراقبين، لكن تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي طالب من نتنياهو عدم مفاجأته بخطوات أحادية في الضفة الغربية، وهو ما أكده نتنياهو قائلا: لا أريد مفاجأة الأصدقاء. من جانبها، رفضت الولايات المتحدة التعليق على إقرار الكنيسة الإسرائيلي قانونا يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن الإدارة بحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف اتخاذ الطريق الصحيح على حد تعبيره. وأضاف المسؤول أنه من المرجح أن يعاد النظر في هذا التشريع من قبل المحاكم الإسرائيلية ذات الصلة، وأن إدارة ترامب ستمتنع عن التعليق على هذا التشريع إلى أن تصدر المحكمة ذات الصلة حكمها. قالت منظمة Human Rights Watch المعنية بحقوق الإنسان، قالت إن تمرير الكنيست الإسرائيلي لقانون يسمح بالاستيلاء على أراضي مملوكة لفلسطينيين يضع الدولة العبرية تحت طائلة محكمة الجنايات الدولية. وأشارت المنظمة إلى أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تواصل بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني.
والمزيد من المتابعة معنا الآن عبر الهاتف من رام الله السيد جهاد حرب المحلل السياسي. أهلا بك سيد جهاد، وبداية كيف ترى مصادقة الكنيسة بشكل نهائي على قانون يتيح الاستيلاء على أراضي فلسطينية لصالح الاستيطان في الوقت الذي أيضا يزور فيه رئيس الوزراء بريطانيا ويزور فيه الرئيس الفلسطيني فرنسا؟ يعني أولا هو انسجام مع توجهات أقطاب الحكومة الإسرائيلية من الاستيطان واستيلاء على الأراضي الفلسطينية من خلال السيطرة عليها بموجب قوانين تتخذها الحكومة الإسرائيلية لتريانها في المناطق الخاضعة للاحتلال، وهذا القانون هو مخالف للقانون الدولي الإسرائيلي والتزامات إسرائيل أمام المجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني. الحكومة الإسرائيلية ورئيس الحكومة تحديدا شجع هذا القانون خلال الفترة الماضية، على الرغم أنه يطالب بالأمس كان يطالب بتأجيل التصويت، إلا أنه كان يدرك أن هذه الإجراءات لم تعد يده قبل أعضاء الكنيسة الذين هم جزء منهم أقطاء مشاركين في الحكومة الإسرائيلية. أما فيما يتعلق بزيارة نتنياهو لبريطانيا فهو رسالة مهمة للمجتمع الدولي أن الحكومة الإسرائيلية غير آبها بالمجتمع الدولي أولا وبالقانون الدولي الإنساني ثانيا، وربما وفقا للأحاديث التي تدور في إسرائيل أن هناك تنسيقا ما بين الحكومة الإسرائيلية و إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالاستيطان، وهي جزء من النقاشات ربما التي ستكون لنتنياهو مع الرئيس الأمريكي، وهو يستبق هذا الأمر باعتباره أمرا واقعا، وبالتالي النقاش لن يكون في المستقبل حول ذلك، أي بمعنى آخر أن إسرائيل تنفذ إجراءاتها، وعندما يتم النقاش سيكون أن إسرائيل قد استنفذت الإجراءات المستخدمة، وبالتالي ستكون هناك وعود لعدم إجراء مستقبلي في عملية الاستيطان كما طالبت الإدارة الأمريكية الجديدة. بمعنى آخر أن الإدارة الأمريكية ترى أنه غير مفيد الاستيطان أو بناء مستوطنات جديدة لعملية السلام. نعم. في الوقت الذي رغم اسمحي سيد جهاد، رغم أنها امتنعت عن التعليق على القرارات الإسرائيلية الجديدة وقالت أنها تفضل دراسة كافة الخيارات للضمان أنها على الطريق الصحيح وفقا لتصريحات أمريكية. نعم هذا ما هو جديد، لكن هذه الإدارة أيضا لا أعتقد أنها ستتخذ إجراءات كغيرها من الإدارات السابقة، وربما تكون أكثر يعني متساهلة أكثر أيضا مع الحكومة الإسرائيلية في موضوع الاستيطان وتصنيفه، هل هو في الوحدات استيطانية في المستوطنات القائمة أم أنها وحدات استيطانية أو مستوطنات جديدة. باعتقادي أننا أمام وضع صعب على المستوى الدولي فيما يتعلق بتوجهات الإدارة الأمريكية الجديدة، لكن لن تكون هذه الإدارة أفضل أو أسوأ بالمعنيين عن الإدارات السابقة فيما يتعلق بالموضوع الإسرائيلي. نعم أشكرك شكرا جزيلا سيد جهاد حرب المحلل السياسي الفلسطيني، كنت معنا من رام الله. التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند بقصر الإليزي، ويبحث الرئيسان خلال اللقاء مخرجات مؤتمر باريس للسلام وكيفية تطبيقها، إضافة إلى الأوضاع في دول المنطقة وخاصة الأزمة السورية. ويلتقي عباس خلال الزيارة أيضا وزير الخارجية جان مارك رو، كما سيلقي كلمة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي. قالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي إن بريطانيا ملتزمة بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية أنه أفضل سبيل لبناء الاستقرار والسلام. وأضافت ماي بعد استقبالها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لندن، أضافت أن استمرار إسرائيل في الأنشطة الاستيطانية يقوض الثقة في المنطقة، كما أكدت ماي أن بريطانيا تؤكد ضرورة ضمان حماية إسرائيل من الإرهاب. اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أولوية لقتال التنظيمات المتشددة وفي مقدمتها داعش أمر واعد، لكنه رأى أنه من السابق لأوانه توقع خطوات أقوى من ترامب.
وفيما يتعلق بمحادثات أستانا، اعتبر الأسد أن نجاحها متوقف على ما أسماه إيقاف تدفق من وصفهم بالإرهابيين إلى سوريا وقطع الدعم الخارجي لهم، إضافة إلى ترك الحوار بين أيدي السوريين لتحديد مستقبل بلادهم ونظامهم السياسي. شن الجيش السوري هجوما مدعوما بغطاء جوي كثيف من عدة محاور على بلدات في الغوطة الشرقية. وقال ناشطون أن قوات الجيش السوري مدعومة بآليات ثقيلة وتغطية جوية بدأت هجوما من عدة محاور على جبهات جوبر وحوش نصري في الغوطة الشرقية. وفي تلك الأثناء استهدف الطيران الحربي بعدة غارات جوية مدينة عربين تزامنا مع غارات بالصواريخ نفذها الطيران الحربي الروسي على مدينة إدلب. بلدة عين الفيجة في وادي بردة بسوريا تحولت بفعل ويلات الحرب إلى مدينة أشباح بعد أن كانت تضم نبع المياه الذي يغذي العاصمة والمناطق المحيطة بها. المزيد حول ما آلت إليه الأوضاع في عين الفيجة في سياق التقرير التالي. بلدة عين الفيجة في وادي بردة يعرفها السوريون جيدا، تضم نبع ماء ومحطة ضخ توفر أكسير الحياة لأهل دمشق والمناطق المحيطة بها طالما كانت مقصدا ترفيهيا للسكان والسائحين على حد سواء. وادي بردة التي كانت تصحو مبكرا على هدير النواعير أصبحت اليوم تعرف هديرا من نوع آخر يقلب الحياة موتا بعد أن تحولت إلى ما يشبه مدينة أشباح بسبب الحرب الأهلية المستعرة في سوريا منذ قرابة 6 سنوات. سكان المنطقة الجبلية التي تقع شمال غربي دمشق يقولون وهم يستعيدون ذكرياتهم السعيدة فيها قبل تفجر الصراع في بلدهم إنها كانت تعج بالمطاعم والمقاهي والمنتجعات النابضة بالحياة. كانت هون عبارة عن مصاطب ومنتزهات، وأنا واحد من عنده منتزه هون. كانت يعني كيف بدي أقول لك جنة 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 من جنة على الأرض، والله يسامح اللي وصلنا لهون ولا يسامح اللي وصل هالبلد لهالمواصيل. فعلا كانت هون يعني في معي صورة هون إذا بتحب أرجيك إياها كيف وضع العالم وضع المنتزهات. شغلة يعني قد ما حكيت لك ما بقدر أوصف لك إياها. المنطقة هجرت خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن تحولت إلى واحدة من أعنف ساحات المعارك في الحرب الأهلية، إلى أن أعلن الجيش السوري في 29 يناير الماضي أن قواته سيطرت على كل البلدات والقرى في وادي بردة بما فيها مصدر المياه الرئيسي الذي يغذي دمشق بأكملها. لا العالم فوق بعضها، هلأ عم يسوي لحمة واللي عم يسوي شاي واللي عم ياكل واللي عم يشرب واللي عم يصلي واللي عم يجمع رفقاته. كان مجمع وادي بردة كان قمة لدمشق. عين الفيجة التي كانت تنبض بالحياة فيما مضى باتت تروى ولا ترى بعد أن تعرضت مرافقها لحجم دمار هائل فاق قدرات سكانها الذين أنهكتهم حرب لا تعرف الرحمة. متواصلون معكم مشاهدينا الكرام، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. قررت السفارة الأمريكية في بغداد تقييد تحركات موظفيها بعد تلقي تهديدات وصفتها بأنها ذات مصداقية حول هجمات محتملة على فنادق يرتادها غربيون. ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين إلى الوعي واتخاذ الإجراءات الملائمة لتعزيز أمنهم الشخصي أثناء إقامتهم وعملهم بالعراق، ولم تقدم السفارة تفاصيل بشأن طبيعة التهديدات. قال مسؤولون بالأمم المتحدة إن برنامج إزالة الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة التي خلفها مسلح داعش في مدينة الموصل العراقية وما حولها قد يتكلف نحو 50 مليون دولار، كما سيحتاج باقي البلاد 50 مليون دولار أخرى. وأوضح رئيس تخطيط البرنامج والعمليات لدى دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام أن إزالة العبوات الناسفة وتطهير المباني أكثر خطورة من حقول الألغام، وهو ما يجعل العملية تحتاج إلى مستوى أعلى من المهارة والمعدات المعقدة وتسير بوتيرة أكثر بطئا. يسعى سكان الجانب الشرقي لمدينة الموصل العراقية بمساعدة الأجهزة المعنية في إعادة بناء وتدمير وتعمير ما دمرته الحرب ضد تنظيم داعش. وتأتي هذه المحاولات بعد تمكن القوات العراقية من تحرير شرق المدينة الشهر الماضي.
إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن إيطاليا تدعم إرادة الشعب الليبي لتعديل الاتفاق السياسي لحل الأزمة التي تشهدها البلاد. وعقب لقائه السفير الإيطالي جوزيبي بيروني في طبرق، أشار صالح إلى أن روما أبدت استعدادا لعلاج جرح الجيش الليبي. أكد أنه على استعداد لبحث فتح قنصلية في شرق ليبيا لتقديم الخدمة للليبيين، وأيضا باستعداد إيطاليا لمعالجة الجرحى من الجيش الليبي، وأنهم يدعمون إرادة الشعب الليبي كي يعدل الاتفاق السياسي كما يرى، لكنهم لا يريدون فراغ سياسي في ليبيا ويريدون حرب بين الليبيين، وأيضا يدعمون مجلس النواب. من جانبها أكد سفير إيطاليا لدى ليبيا أن بلاده تعمل على مساعدة جميع الأطراف الليبية من أجل تحقيق الاستقرار المنشود. أثناء هذا الاجتماع تحدثنا حول الأزمة الحالية في ليبيا والآليات لتجاوز هذا الأزمة وكيف تحسين العلاقات بين إيطاليا وبين شرق البلاد وبين كل ليبيا كلها، وكيف تحسين الاستقرار، تعزيز الاستقرار والسلام في ليبيا، وهذا هدف مشترك أعتقد. ورسالتنا هي بأن إيطاليا مهتمة للسلام والاستقرار في ليبيا كلها بإكمالها، ليس فقط طرف معين. قبل أن نستكمل نشرتنا مع حضراتكم، نتابع اللقطات التي ستردنا الآن من بث مباشر من داخل مستشفى مبابة العام، حيث تشن هيئة الرقابة الإدارية حملة على المستشفى لمتابعة سير الأعمال وانتظامها داخل المستشفى، فضلا عن ما أمكن ضبطه من بعض التجاوزات داخل هذا المستشفى في ضوء ما تقوم به هيئة الرقابة الإدارية من مجهودات في إطار ضبط العمل الحكومي على مدى الأشهر الماضية. كاميرا أون لايف تنقل هذه اللقطات الحية والمباشرة من داخل المستشفى لمتابعة هذه الحملة. ختاما إذن بهذه اللقطات من قسم الأطفال بمستشفى مباب العام، حيث تابعنا مع حضراتكم ولازلنا نتابع هذه اللقطات الحية والمباشرة للحملة التي تشنها هيئة الرقابة الإدارية على مستشفى مباب العام لتفقد سير العمل وانتظامه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تنظيم داعش الإرهابي يشن حملة إبادة جماعية ويرتكب فظائع حول العالم. وأكد ترامب في خطاب ألقاه في قاعدة ماكدونالد العسكرية بفلوريدا، أكد أن الإرهابيين مصممون على شن هجمات في الولايات المتحدة، واتهم وسائل إعلامية وصفها بغير النزيهة بأنها لا تغطي أخبار هذه الهجمات التي يشنها المتطرفون، مؤكدا أن وسائل الإعلام هذه لديها أسبابها والجميع يعرفها. هذا وقد أشادت وزارة الخارجية بموقف الإدارة الأمريكية الخاص بالانتقاد الذي وجهه الرئيس الأمريكي ترامب لوسائل الإعلام الغربية بسبب تجاهلها لهجمات إرهابية حدثت على مستوى العالم. وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن تطلع مصر لأن تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعية في أسلوب تعامل المجتمع الدولي مع هذه الظاهرة،
وأن تنجح الولايات المتحدة بما لها من قدرة على التأثير على المسرح الدولي في قيادة عملية المراجعة والتغيير المطلوبة. قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون سبايسر إن الإدارة الأمريكية واثقة من انتصارها بعد أن أبطلت محكمة اتحادية أمر الرئيس ترامب منع دخول الوافدين من 7 دول. وقال سبايسر إن القانون في صف ترامب، مؤكدا أن الرئيس يملك بصيرة تؤهله للقيام بما هو في صالح الأمريكيين، مشددا أن الأمر سيعاد تطبيقه. كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي وافق على المشاركة في اجتماع مايو المقبل لقادة الدول الأعضاء لمنظمة حلف شمال الأطلسي ناتو عقب محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس شتولتنبرغ. بعد شد وجذب في العلاقة الأمريكية الأوروبية عقب تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة، بحث وزراء الدفاع للاتحاد الأوروبي الموقف الأمريكي من قضايا القارة الأوروبية خلال اجتماعين في مدينة بورتو بالبرتغال. وكان ترامب أثناء حملته الانتخابية ذكر أن الحلف عفى عليه الزمن، كما تعهد بتخفيف الدعم المالي من واشنطن للاتحاد الأوروبي. ويخشى قادة الاتحاد من أن ينتهج ترامب نهجاً مخالفاً لما اتخذه أسلافه في التعاون مع الحلف. يستعد الحلف في مباحثاته لموقف الإدارة الأمريكية وكذلك للقضايا التي تمس القارة الأوروبية قبيل اجتماع 15 و16 من شهر فبراير. سيعقد وزراء دفاع الناتو اجتماعاً مع وزير الدفاع الأمريكي في هذا الشأن في 28 من نفس الشهر في بروكسل. إلا أن الموقف الأمريكي من الحلف ليس جامداً تماماً، فقد أعلن البيت الأبيض عقب اتصال بين الرئيس الأمريكي ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أن ترامب وافق على المشاركة في قمة الناتو المقررة في نهاية مايو. تصريحات ترامب لم تكن الهم الأوحد أمام وزراء الناتو، فقد بحث وزراء الدفاع أجندة موسعة تضمنت القضية الرئيسية التي تشغل أروقة الاتحاد الأوروبي، وهي تجدد القتال بين الجيش الأوكراني والانفصاليين، خاصة بعد أن ناقش ترامب مع أمين عام الحلف الخيارات المتاحة للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا. استقبل اليوم وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس بمقر البنتاغون نظيره الكندي هايك سكان ورئيس هيئة أركان الجيش الكندي الجنرال جوناثان فانس، وناقش الوزيران كيفية دعم منظمة الدفاع الدولية كحلف الناتو ومنظمة نورد للدفاع وحماية أجواء أمريكا الشمالية. يذكر أن هذا اللقاء يعد أول لقاء رسمي بين الحكومة الكندية والإدارة الأمريكية الجديدة. جولة أخبار منتصف النهار مستمرة مع حضراتكم من أونلاين، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مجددا مشاهدينا. عودة إلى الشأن المحلي. أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الطعن على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير لجلسة 21 من مارس المقبل. أوضحت الدعوى أن قرار إحالة الاتفاقية للتصويت عليها يخالف القانون والدستور والأحكام الصادرة في هذا الشأن. وأولى تلك المخالفات هي مخالفة القرار للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان هذه الاتفاقية. يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة حول الأزهر ودوره في صناعة الشخصية المصرية منذ عام 2011 وحتى اليوم، وذلك في قاعة كاتب وكتاب. مقرر مشاركة الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق والدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي والدكتور حسن وجيه. والمزيد من المتابعة حول فعاليات اليوم معرض القاهرة الدولي للكتاب ينضم إلينا مراسلنا عمر نور الدين. أهلا بك يا عمر. بداية، ما هو المميز في هذا اليوم من ندوات وأيضا أبرز التوقيعات للكتب والكتاب اليوم؟
نعم حسام، بالفعل اليوم هنالك فعاليات عدة، الكتاب وتوقيعات الكتب، كذا الندوات عن شخصية المعرض وأمور أخرى سوف أسردها لك تباعا. نبدأ من الساعة الواحدة أو بالندوة التي تحدثت عنها في الخبر، وهي ندوة الأزهر ودورة صناعة الأزهر أو دورة الأزهر في صناعة الشخصية المصرية التي بدأت في 11 وتنتهي في الساعة 1 كما أسلفت بحضور 3 شخصيات على رأسهم دكتور مصطفى الفقي ومحمود حمدي زقزوق. أيضا في الساعة 1 للساعة 3 على مدى 2 ساعة في القاعة الرئيسية بإسقاط صلاح عبد الصبور شخصية المعرض هذه السنة، الشخصيات لها تاريخ، سوف تكون الندوة عن محمد خان المخرج السينمائي الراحل القدير محمد خان الذي رحل عنا قبل فترة قريبة. أيضا قاعة ضيف الشرف، طبعا ضيف الشرف هذه السنة هي المغرب، وتشهد عدة فعاليات من الساعة 1 حتى 3 ندوة عن مساجد مصر، ومن الساعة 3 حتى 5 ندوة المغرب بعنوان الفلسفة العربية وتأهيل الحوار أو عفوا تأصيل الحوار بين المشرق والمغرب. أيضا في 5 حتى 7 في هذه القاعة، قاعة ضيف الشرف، مغرب التعدد الثقافي، هكذا ستكون الندوة. أما في 7 حتى 9 ندوة مصرية خالصة ولا طبعا لا تنفصل عن الشأن الدولي، وهي عن حماية المستهلك بحضور اللواء عاطف يعقوب وهو رئيس جهاز حماية المستهلك. ربما ونحن نعرف أن الآن البرلمان يعكف على دراسة هذا القانون حتى يخرج النور، وبالتالي ربما هنالك اهتمام قد ينصب على هذه المناقشة. أيضا فعاليات أخرى كثيرة، فعاليات عن الشباب خاصة وأن هذا المعرض كما نعرف هو تحت عنوان الشباب وثقافة المستقبل. أبرز هذه الفعاليات التي يعني تجذب الناس هي احتفالية المسائية، وهي دائما ما تكون بحضور الفنانين، احتفاليات بيت العرب التي هي تكون بالتنسيق مع البادية، ربما بادية البادية المصرية، ودائما ما يكون هنالك فولكلور مصري، يناقشون الفولكلور المصري في المحافظات المختلفة، والفرق الموسيقية أيضا تلعب. أخيرا عن الإصدارات الحديثة، سوف يناقش كتاب ديمقراطيات الولايات المتحدة وجمعيات حقوق الإنسان للكاتب مصطفى سامي، وذلك مساء. ربما هذا أبرز ما في المشهد، لو تود أن أطلعك عن الإقبال والتفاصيل الأخرى سوف أكون معك. شكرا لك، شكرا جزيلا مراسلنا في معرض الكتاب عمر نور الدين، شكرا جزيلا لك. غادر وفد شركة مصر للطيران متجها إلى مقر شركة بوينغ العالمية بسياتل بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم لاستلام الطائرة الثانية من صفقة الطائرات الجديدة التي تعاقدت عليها الشركة من طراز بوينغ. ومن المقرر أن يقوم الوفد الذي يضم تخصصات عديدة بعمل المراجعات النهائية والرحلة التجريبية على الطائرة وإنهاء إجراءات استلامها لتقلع الطائرة بعد أيام، وعلى متنها الوفد من مطار مصنع رينتون بسياتل لتنضم لأسطول مصر للطيران. يأتي هذا بعد تنفيذ الشركة خطتها لتطوير أسطولها الجوي. تحت شعار معا لمحاربة الأسعار، نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص ومشروعات الشباب الحرفية معرضا للسلع الغذائية والمنتجات الحرفية بمركز شباب الساحل بمنطقة شبرا بمحافظة القاهرة، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب ومحاربة الغلاء. تحت شعار معا لمحاربة الأسعار، نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص ومشروعات الشباب الحرفية معرضا للسلع الغذائية والمنتجات الحرفية بمركز شباب الساحل بمنطقة شبرا بمحافظة القاهرة، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب ومحاربة الغلاء. هي حاجة دي مبادرة جديدة من مبادرة وزارة الشباب، ده ثالث معرض بيتم تنفيذه. احنا بنحاول ان احنا نساعد الشباب على العمل الحر من خلال تسويق منتجاته، بالاضافة ان انا معايا مجموعة من الشركات نازلة بسلع غذائية باسعار مخفضة، سكر، زيت، رز، كل المنتجات اللي بتستخدمها الاسرة المصرية. بنوفر معارض باسعار اقل للجمهور 30% عن الاسواق اللي بره. المشروع قائم، بنفتح منفذ لاي حد عايز يفتح منفذ، معفي من الضرائب ومعفي من التراخيص، وشرط ان ما يكونش عنده اي نشاط لتوفير فرصه عمل للشباب.
شارك في المعرض مجموعة من الشركات العاملة في مجالات الصناعة الغذائية ومجموعة كبيرة من الشباب، إيمانا بتنمية مهاراتهم وقدراتهم على الإنتاج وربطها باحتياجات المجتمع. بعمل شغلات من الخرز، مجسمات ومفارش وفوانيس لرمضان. إنهم الدعم بتاعهم إنهم أولا بيشجعونا، ثانيا إنهم بيدونا ترابيزات مجانا، يعني في بيدونا كورسات يعني إيه تأهيل نفسي وتنمية بشرية وحاجات زي كده. بنشتغل على فكرة تدريب على الحرف اليدوية، وإزاي نطلع منتج من المخلفات البيئية، سواء المخلفات البيئية الزراعية أو المخلفات الصلبة، منتج صديق للبيئة. مبادرة شبابية جديدة تأتي في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص لتضع ضمن أولوياتها حل مشكلة البطالة ومحاربة الغلاء من خلال استخدام الموارد المتاحة واستثمارها لصالح الشباب. دينا حوايدق، أون لايف. وزارة الرياضة أيضا دشنت فعاليات مشروع أحلم ببكرة من خلال الإدارة المركزية للطلائع وبالتعاون مع مؤسسة أحلى البلاد بحي الأسمرات في منطقة المقطم، وذلك لنشر الثقافة النفسية والصحية والتأهيل للمفهوم الصحيح في تربية نشئي وطلائع المستقبل. أحلم ببكرة مشروع تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للطلائع وبالتعاون مع مؤسسة أحلى البلاد للتنمية بحي الأسمرات بمنطقة المقطم لاستغلال أجازة منتصف العام، وذلك من أجل استثمار طاقات الأطفال بصورة إيجابية. احنا شاركنا كمؤسسة أحلى البلاد بفكرة مشروع أحلم ببكرة، هي عبارة عن ورش. المشروع منقسم عن ثلاث مراحل. مرحلة الأولى مرحلة للطفل موجهة ورش نفسية للطفل بتعالج جذور المشاكل النفسية عنده. تاني حاجة في المشروع هو قسم المواهب. أنا مش بس النهاردة جاية أقول له أنت شخص محبوب أو أنت مقبول، أنا جاية أقول له أنت فنان. بعديها إحنا مش هنسيب الطفل وحده، إحنا لازم نروح لمامته وباباه عشان هم أصل المشاكل النفسية. المبادرة النهاردة خاصة بالطفل والأسرة كلها. أول حاجة الطفل، يعني من حق الأطفال، من حقهم إن هم يعيشوا سعداء. المبادرة بتعالج كتير من المشاكل النفسية والإزاءات اللي الولاد اتعرضوا، اللي حطتهم فيها الظروف أو المجتمع اللي هم كانوا عايشين فيه. شهد هذا المشروع تفاعل كبير من الأطفال مع فعالياته، كما ركز المشروع على توعية أولياء الأمور بأساليب التربية الصحيحة. أولادي أنا حاسة أن هم هيتعلموا، أنا من ساعة ما جيت هنا أنا حاسة وعندي أمل عند ربنا أن هم هيتعلموا، وهنا عاملين لنا محو أمية بنتعلم فيها، وبإذن الله عيالنا يعني هتتعلم وتبقى حاجة للمستقبل. جاي أتعلم الورش وأتعرف على ناس جديدة وأصحاب جديدة وأتعلم أنشطة جديدة. اتعلمت يعني هنا جايبنا يعلمونا الرسم والغنى، وبياخدوا الموهوبين اللي هم صوتهم حلو وبيعرفوا يرسموا، ومدرسين هنا حلوين، وأنا مبسوطة جدا هنا. يأتي هذا المشروع في إطار دعم وزارة الشباب والرياضة للأطفال وطلائع حي الأسمرات، وذلك من خلال ترسيخ مجموعة من المبادئ والقيم الأخلاقية لدى الطفل من أجل مستقبل أفضل لهم. نسمة شفعي، أون لايف. والآن مشاهدينا وقفة جديدة مع عالم المال والأعمال. الزميلة ولاء غانم تصحبنا في هذه الجولة، تفضلي ولاء. شكرا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. كشف المهندس مصطفى نجاري وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن ارتفاع حجم صادرات مصر الزراعية خلال 3 أشهر التي أعقبت تحرير سعر صرف الجنيه بنسبة 11%، موضحا أن هناك حركة إقبال ملحوظة على الاستيراد من مصر، وأشار إلى ظهور بعض الأسواق الجديدة نتيجة ارتفاع جودة وتنافسية المنتج المصري، مضيفا أن الصين وتايوان تأتي على رأس تلك الأسواق، وهي أسواق ذات استهلاك عال. تعتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تأسيس شركة الترويج الحكومية نهاية فبراير الجاري. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير أن الهيئة تفاوض عددا من الجهات الحكومية للمساعدة في الشركة، مؤكدا أن الهيئة ستحتفظ بالحصة الحاكمة من رأس المال الشركة. وكان المجلس الأعلى للاستثمار قد وافق على إنشاء هيئة الاستثمار لشركة ترويج استثماري، ومنح القانون الهيئة الحق في استثمار أموالها وأن تكون لها موازنة مستقلة.
تبحث وزارة السياحة مع غرفة الشركات ضوابط موسم العمرة المقبل تمهيدا لاعتمادها من وزير السياحة يحيى راشد. وأكدت المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة أميمة الحسيني أنه يتم حاليا إجراء مناقشات واسعة بين الوزارة وغرفة الشركات حول كل المقترحات الخاصة بضوابط موسم العمرة المقبل. وأضافت الحسيني أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق حول تحديد أعداد المعتمرين خلال موسم العمرة، لافتة إلى أن هذا الأمر قيد الدراسة بالوقت الحالي. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بقوة حتى منتصف تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5 مليارات جنيه. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الزميل مينا بشرى مراسل أون لايف من مقر البورصة. صباح الخير مينا، ماذا لديك حتى هذه الساعة؟ صباح الخير ولاء، بالفعل كما ذكرت في المقدمة صعود جماعي وقوي لمؤشرات البورصة المصرية منذ مستهل التعاملات وحتى منتصف الجلسة، وتحديدا عودة للمؤشر الرئيسي مؤشر اي جي اتش 30 مرة أخرى إلى المنطقة الخضراء ليعوض الخسائر التي مني بها على مدار الجلستين الماضيتين. هذا الصعود من جانب مؤشرات البورصة وتحديدا من جانب المؤشر الرئيسي مؤشر اي جي اتش 30 جاء بدعم من الاتجاه الشرائي من قبل المستثمرين العرب والأجانب والمؤسسات، والأداء الجيد أيضا للأسهم القيادية ليدفع بها المؤشر الرئيسي إلى مستوى صعود وصل إلى 1.53% وليصل إلى مستوى 13,045 نقطة، وبذلك يكون استطاع المؤشر الرئيسي أن يتجاوز مستوى المقاومة مرة أخرى مستوى 13,000 نقطة خلال مستهل تعاملات اليوم. المؤشر السبعينية ارتفع أيضا اليوم بمقدار 46% ليصل إلى مستوى 518 نقطة بمنتصف تعاملات اليوم، وبدعم من الاتجاه الشرائي من قبل صغار المتعاملين. والمؤشر الأوسع نطاقا مؤشر إي جي إكس 100 مرتفع بمقدار 69% ليصل إلى مستوى 1253 نقطة حتى هذه اللحظة. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا مينا بشرى مراسل أون لايف من مقر البورصة المصرية، والشكر موصول لكم مشاهدينا على المتابعة. وعودة مرة أخرى إلى أحمد وحسام، إليكما. في ظل انتشار حالات سرقة السيارات في مصر في الآونة الأخيرة، صمم الدكتور محمد الغمري نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري جهازا يمكنه تتبع السيارات المسروقة في الشوارع وإبلاغ الكمائن الشرطية المتواجدة في الطرق. مع تزايد حالات سرقة السيارات في السنوات الأخيرة، وسعى للاستفادة من التقنيات الحديثة في الحد في مراقبة الطرق والكشف المبكر عن حالات السرقة، ابتكر الدكتور محمد الغمري نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري منظومة جديدة لمراقبة الطرق. هي منظومة عدد من الكاميرات وأجهزة الكمبيوتر والأعمال المدنية والبرامج لحماية جميع مداخل القاهرة، جميع مداخل الإسكندرية، وجميع مداخل العريش لحصر الجريمة داخل هذه المدن الهامة. التقنيات الحديثة والتي تم تجربتها فعليا تعتمد على كاميرات وبرمجيات خاصة تلتقط صور أرقام السيارات وتحول محتوى الصورة إلى بيانات رقمية التعرف، وباستخدام ذات التقنية يمكن مراجعة أرقام السيارات دوريا بقاعدة بيانات إلكترونية بكافة السيارات التي تم الإبلاغ عن سرقتها، وعلى ذلك يمكن خلال وقت قياسي رصد السيارة المسروقة والإبلاغ الفوري للأكمنة المتمركزة بمسار تحرك السيارة. استخدمنا تكنولوجيا محلية، وبالتالي عند استخدام هذه المنظومة في إحدى المؤسسات الهامة أو المؤسسات الأمنية ما بنبقاش قلقانين إن هذه المنظومة جاية من الخارج، وده في حد ذاته حماية لهذا الابتكار. وطبقا للدكتور الغمري فإنه في تجهيز الأكمنة بإنذار صوتي ومرئي لتحديد السيارات المسروقة قبل وصولها للكمين، فإنه يمكن بهذه التقنية المحلية الصنع القبض على السارقين بها، وذلك في وقت قياسي. وفي حال تثبيت تلك المنظومة في مداخل ومخارج الطرق الرئيسية فإنها ستشكل ضربة قاسمة لكل محاولات سرقة السيارات. والآن مشاهدينا مع أخبارنا الرياضية والزميلة العزيزة أسماء قنديل، بالتأكيد نتطلع لمزيد من أخبار كأس مصر والسوبر القادم. نعم، ومزيد من التفاصيل كمان معنا في الجولة القادمة.
اهلا بكم مشاهدينا وجوله رياضيه جديده. يلتقي فريق الشرقيه بنظيريه طلاء الجيش في تمام الرابعه مساء اليوم باستاد السويس ضمن منافسات الدور ال 16 لمسابقه كاس مصر. كان طلاء الجيش قد تاهل للدور ال 16 على حساب كهرباء الاسماعيليه، بينما تخطى الشرقيه عقبه النصر للتعدين، بينما يصطدم وادي دجله بفريق طنطا على ملعب استاد الاسماعيليه في تمام السابعه مساء في الجوله ذاتها. كان وادي دجله قد تخطى عقبه فاركو في الدور ال 32 بينما تأهل طنطا على حساب أسوان. يكشف الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء عن حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك المقرر لها 10 فبراير الجاري في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي. وبات من الصعب إسناد مهمة السوبر إلى الحكم الألماني فيليكس بريش بعدما طلب تذاكر طيران بقيمة قد تصل إلى 400,000 جنيه، وهو ما رفضه اتحاد الكرة المصري. وحدد اتحاد الكرة ثلاثة أطقم من دول مختلفة مرشحين لإدارة مباراة القمة، هم السلوفيني دامير سكومينا والصربي ميلوراد مازيتش والتشيكي بافل كرالوفيتس. تفقد وفد من النادي الأهلي ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي الذي سيستضيف مباراة السوبر أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل للاطمئنان على آخر الترتيبات في المباراة ومشاهدة ملعب التدريب الذي سيخوض الأهلي مرانه عليه قبل اللقاء. وضم الوفد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي والدكتور عصام سراج الدين مدير التعاقدات ووليد مهدي مدير إدارة المباريات. قرر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن يختتم الفريق تدريباته على ملعب أهلي دبي قبل السفر إلى أبوظبي اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء السوبر. وعلى الصعيد الطبي تعافى اللاعبون الذين اشتكوا من قبل من بعض الإصابات، ولم يتبقى في قائمة المصابين سوى عمرو السلية ورامي ربيعة، حيث يؤدي الثنائي تدريبات تأهيلية وعلاجية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل. يترقب عشاق الكرة المصرية مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها الجمعة المقبلة بالإمارات. ستفتقد ملحمة ملعب محمد بن زايد الذي يستضيف كلاسيكو الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، حيث الصراع على لقب كأس السوبر يوم الجمعة المقبل ستفتقد العديد من العناصر الهامة سواء بصفوف المارد الأحمر أو كتيبة الفارس الأبيض، وهو الأمر الذي جاء انعكاسا لموعد اللقاء الذي اعتبره الكثيرون غير مناسب بالمرة بسبب مجيئه عقب انتهاء مشاركة الفراعنة في معترك كان مباشرة. كتيبة حسام البدري ستفتقد لأكثر من عنصر هام يأتي على رأسها مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء والذي سيغيب لفترة قد تطول بعد إصابته بالرباط الصليبي أثناء مباراة الفراعنة وأسود الأطلسي بربع نهائي الكان، فضلا عن حالة الإرهاق الواضحة على ثلاثي عبد الله السعيد وأحمد فتحي وأحمد حجازي الذي شارك في كل مباريات المنتخب الوطني بالكان دون أي راحة، وهو ما يثير الشكوك حول إمكانية مشاركتهم في موقعة السوبر، بالإضافة إلى غياب أحمد حمودي صانع الألعاب المنضم حديثا للأهلي قادما من صفوف الباطن السعودي وذلك بسبب عدم جاهزيته بعد. على الجانب الآخر لن يكون الزمالك بكامل أسلحته، ففرسان محمد حلمي قد ينقصون اثنين بسبب عدم وضوح الرؤية حتى الآن فيما يخص ثنائي علي جبر وطارق حامد الذي قدم مع الفراعنة بالكان الأخير أداء أكثر من رائع وكان من ضمن العناصر التي خاضت كل المعتركات حيث تم استهلاكهم بدنيا بشكل واضح، وهو ما يقلق حلمي قبل المباراة خاصة بعدما استبعد قائد الفريق شيكابالا من السفر بسبب عدم جاهزيته، فضلا عن افتقاد القلعة البيضاء لعلي فتحي ومحمد مسعد لنفس السبب وثنائي محمد مجدي وحسن فتحي بداعي الإصابة.
أما على مستوى حراسة المرمى فلن تكون الظروف أفضل حالا، فالزمالك وإن كان استرد حارسه الأول الدولي أحمد الشناوي بعد الإصابة التي تعرض لها خلال أولى دقائق مشاركته مع الفراعنة بلقاء مالي فلكان، إلا أن الأخطبوط لم يخوض أي مباراة رسمية منذ ما يقارب الشهر، وهو ما يجعل مشاركته في السوبر أمام الأهلي محل شك، ومشاركة رجل الظروف الصعبة جنش في حيز الحدوث. حال الشناوي لا يختلف كثيرا عن وضعية شريف إكرامي الذي لم يشارك بأي مباراة مع الفراعنة في الكان الأخير بعد إصابة الشناوي وحماية الحضري العارين خلال المشوار بأكمله. وبرغم تلك الغيابات يبقى لقاء القمة له مذاقه الخاص، ويظل قطبي الكرة المصرية بمن حضر. مشاهدينا انتهت جولتنا الرياضية، أشكركم على المتابعة، أما الآن عودة لزملائي أحمد أبو زيد وحسام الدين حسين، إليكم. شكرا جزيلا لك أسماء. بأنباء السوبر المنتظر إذا نصل مع حضراتكم إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذه الساعة التي لم يتبقى منها سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أنباء. السيسي يعقد اليوم أول اجتماع للمجلس الأعلى للسياحة لبحث التحديات التي تواجه القطاع. الكنيسة يقر مشروع قانون يسمح بسلب أراضٍ فلسطينية بالضفة، والسلطة الفلسطينية تدين. ترامب ينتقد تجاهل وسائل الإعلام الغربية لهجمات إرهابية على مستوى العالم. ختام جولة أخبار منتصف النهار. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ونلقاكم في جولات لاحقة بأمر الله.